على لو بيلون هي حاجه مليحه على كل حال باش يعرف الانسان اسكو عنده مرض ولا باسكو علاش كل ما تفيق كيما نقولوا كي تكون اون مالادي هكذايا وين كرونيك ولا عفسه كل ما تفيق لها كيما نقولوا بكري كل ما كيما نقولوا تقدر تبعدها هذاك المرض. كاين ناس راحوا باش يديروا البيلوم على عفسه لقاو حبسه وحده اخرى. هذه اللي يقولوا انسان كيشك روحه ولا يشوف روحه بدات الحاله تاعو تدهور يا سيتو كيبدا يكبر. يفو با يزيت يروح. كان عندنا احنا في الشباب يدير الشباب تاعنا نوعا ما راح رايح ويثقف ورايح ويدير هاد الحوايج ولكن ما نظلموش ولا نحكموا بزاف على الكهل. بصح ماشي بزاف عند الكهول ما يتقبلهاش. السبه هي العادات والتقاليد للاسف عندهم هذه النظريه نتاع باللي عيب حرام منا ما كانش انا لاباس عليا الخوف هذا اللي دائما. هذه سيت كيما نقولوا عاده مليحه اللي نشجع اي جزائري باش يدير البيلون تاعو كيما نقولوا شاك سيمو حاجه مليحه على كل حال نشوف فيها حاجه مليحه. اقل بالاقل 6 أشهر او عام يدير البيلو ويشوف روحه مليح ولا ماهوش مليح. هذه احنا عندنا ثقافه هذه قليله. ما عندناش قليلة ثقافة هذه وكاين اللي يديرها كاين اللي يديرها وين اللي يديرها إنسان إلا نقول لك واش يكون متثقف في راسه وفاهم هذا يروح يديرها. إلا كان الناس شوية يقول لك أودي أنا مليح ولاباس لا لا يعني هي لا لا نورمال ما نروح نشوف روحي قبل ما